رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل. وخدمة المواطنين والمقيمين على أرض قطر هدف تسعى إليه الدوائر الحكومية في الدولة، ونحن بدورنا نسلط الضوء على الخدمات المختلفة اللي تقدمها الدوائر الرسمية في مختلف القطاعات. واليوم برافق حمد الفياض وكاميرا قناة الريان اللي متواجدين في بلدية الغرافة. صباحك الله بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير خواتي في الاستديو، صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. مثل ما عودناكم في جولاتنا مع البلدية كانت دائما يا تفتيشية يا توعوية، اليوم بتكون جولة خدمية من بلدية الغرافة، وهذه البلدية تابعة لبلدية الريان، ولكن هني موجودة على أساس أن نقدم خدمات للمتواجدين في منطقة الغرافة. بيكلمنا أكثر عنها السيد سعيد محمد المري رئيس المكتب بالوكالة. سيد سعيد صبحك الله بالخير. مرحبا، صباح النور، الله يحييك. في البداية ودنا نعرف مشاهدينا شو يقدم مكتب بلدية الغرافة. مكتب الغرافة هو واحد من 4 مكاتب فرعية تابعة لبلدية الريان. دور المكتب الرئيسي دور رقابي، كذلك نقدم بعض الخدمات للجمهور اللي هي مثلا حفلات الأعراس أو نقل بورت كابل من منطقة إلى منطقة أو شهادات تمام البناء وإصدار، وبالنسبة للشركات اللي شركات الحفريات رخص وشهادات تمام. صادق. طيب الأقسام هنا تنقسم للصحة والنظافة والرقابة الفنية. نعم. ودنا نوضح كل جزئية حق مشاهدينا ونعرف أول مكان أول مكتب هذا اللي احنا فيه إيش تخصصاته. حاليا في وحدة الرقابة الصحية، تخصصها الأغذية، كل ما يتعلق بالأغذية والاشتراطات الصحية طبعا للمحال التجاري، المطاعم أو الصالونات، وكذلك الصالونات النسائية عندنا. طيب. مفتشات ايش الرقابه الصحيه؟ شو الاشتراطات او شو الاشياء المفروض انهم يراقبونها او يشوفونها؟ هي اكثر شيء المطاعم طبعا. عندنا قانونين، قانون الاشتراطات الصحيه وقانون الاغذيه. حلو. وماشيين على القوانين الاثنين هذه. يعني بالنسبه للمحلات كامله. اذا انا ابي افتح مطعم او صالون اجي هني هذه الاداره؟ نعم. وايش ايش يقدمون لي؟ يجي يطلع مساح من عندنا يقيس ال طبعا في شروط اللي هي مساحات المطبخ وصالات التحضير، كذلك اللي هو اللوبي تبع المطعم. فاذا كان مطابق للمقاييس والشروط نعطيه لا مانع ويكمل اجراءاته. طيب لحظه، خليكم معي بس بعد اذنك. احنا بعض الاحيان نلاقي هذه موجوده على بعض المحلات. نعم. تشوفونها مشاهدينا. ايش تكون المخالفات اللي توصل المحل لهذه المرحله؟ اللي هو الإغلاق. أيه. هذه هي نوعين، اللي هي نعم اللي هي الأغذية الفاسدة، هذا الشيء يعني ما فيه مجال يعني على طول إغلاق، وكذلك غرامة. والإغلاق يكون من يبدأ من يوم لشهرين يقدر مدير البلدي. طيب الحين صراحة ايش رايك نكمل لفتنا؟ إن شاء الله. طيب. عندنا جهاز إذا تبغوا تشوفونه بعد. وشو الجهاز؟ قياس الزيت إذا كان صالح أو مش صالح. إلى هذا شوفوا مشاهدينا في جولاتنا التفتيشية. طيب. كانت أبو محمد، يعني صراحة أنا لما أشوف هذه الورقة موجودة على باب محل ما فكر أن أنا أجي مرة ثانية، فهل هذا صحيح؟ هل هذا يعني بما أني مستهلك لا يكون مثلا المطعم تعلم من هذه المشكله؟ الأكيد يعني حرام تقول ما اجيه مره ثانيه، لان صراحه لا يعني شكلها خطير. يعني انت عارف للمخالفات القانونيه وانظمه البلديه اكيد في شيء سووه مو صحيح. اكبر المطاعم صار لها اغلاق يعني، وفي نفس الوقت يعني في مطاعم زينه. احنا مسوين تقييم للمطاعم والمحلات، عندنا الف باجي حسب ما نشوف طول السنه. حلو. فتيست في تصنيف، لكن ممكن في اي لحظه يتسكر. طيب طيب هني نتكلم عن هذه الاداره. هذه وحده الرقابه. السلام العامه. السلام عليكم. هذه وحده الرقابه العامه طال عمرك. حلو. عندنا شغالين على 4 قوانين اللي هي المحال التجاريه والاسواق، كذلك الاعلانات والباعة المتجولين، وقانون النظافه العامه اللي هو القانون الشامل. ما شاء الله. نعم. طبعا انتم المنطقه هنا يعني مليئه بالمجمعات التجاريه. نعم. بالمحلات يعني. نعم. الله يكون في عونكم. شلون يتم التنسيق ومتابعه هالامور والمراقبين بعد؟ المراقبين تفتيش يومي طبعا، يومي من الصبح لين بعد صلاه الظهر. طيب. وحملات، تكون حملات كل اسبوعين نعمل حمله، يعني نحدد منطقه ونعمل حمله مع كامل المفتشين طبعا. اي. سواء رؤساء الوحدات او. حلو. طيب هم شل يعني كل واحد منهم متخصص في منطقة معينة؟ نعم. وإيش المفروض اللي هو يتابعه كل يوم؟ هم يتابعون طبعا كل واحد له منطقة، لكن مش ثابت على طول، نسوي تدوير المناطق
يعني كل شهر مثلا نغير المنطقة عشان الواحد ما يحس بملل بعد. صادق. شغلهم كل ما يتعلق بالنظافة، أي شيء، حتى بعضهم حتى المطاعم اللي يسربون ماي ولا اللي ولا يحطون بضاعتهم خارج حدود المحل التجاري، هذا كله يتم ضبطه. كذلك الإعلانات اللي يحطون ملصقات بدون رخصات، بدون رخصة إعلانات، يتم مخالفته. اختارهم في الأول بعدين أعطيهم المحضر. طيب محمد، إحنا يعني من خلال فقرتنا اليوم ودنا نعرف المستثمر ونعرف المشاهد شو اللي إحنا قاعدين نقدمه كوزارة البلدية والخدمات لهم، لأن في بعض الأحيان يعتقدون الناس أن هي مجرد جهة رقابية تبي تخالفهم وبس. لا لا، بالعكس، الرخص التجارية مربوطة بالبلدية، يعني سواء الإعلانات. أتكلم، تبغي أي مجال تكلم، المجال واسع، يعني البلدية تكلم عن مجال واسع، يبدأ من البناء إلى البنية التحتية إلى المحلات التجارية، جميع الأعمال. طيب احنا نبي في نبذة ايش الرقابة الفنية تقدم لل الرقابة الفنية؟ طال عمرك اهم شيء اللي هو البناء، اعمال الشركات في شروط والترخيص. صادق. لازم يلتزم فيها المقاول، واذا خالف طبعا يكون له محضر. وعندنا طبعا سكن العمال، صحيح، كذلك املاك الدولة، كذلك الشركات الحفريات اللي هي البنية التحتية، هذه كلها عليها رقابة من المفتش. طيب أبو محمد، في نهاية فقرتنا ودك تقول كلمة تنصح فيها مشاهدينا وخاصة اللي ساكنين في منطقة القرافة؟ والله أنصحهم، إذا واحد مثلا بيبني بيت، ملحق في بيته ولا زيد في البناء عنده، إنه يقدم على الترخيص أفضل له، سواء الكهرباء، لو صار الكهرباء عنده يعني ضعف في الكهرباء ما راح يعطونها إدارة الكهرباء لأنه ما عنده ترخيص. صادق صادق. ولازم يجي يراجعكم هنا، يراجع هنا ويروح للبلدية الرئيسية، كذلك بعد الشركات اللي شغالة حاليا البنية التحتية، الجماعة متأذين يعني يقولون غبار وصوت. صادق. في النهاية مؤقتة هذه، وراح تخدمهم يعني سواء مياه. أنا على هالطاري إن جات فترة الوالدة في صغوة هني، كان ناقص لنا هليكوبتر عشان نوصل البيت، يعني الشوارع كانت مسكرة. هاي تكون فترة مؤقتة، بس في النهاية راح يكون خدمة لهالمنطقة طبعا. صحيح. بيض الله وجهك وشرفنا على شاشة الرياض. يا مرحبتين، حياكم الله. مشاهدينا الكرام، مثل ما شفتوا جولتنا في بلدية الغرافة، وهذا مكتب تابع لبلدية الريان. طبعا هذا حرص منهم انهم يخدمون هذه المنطقة اللي هي حيوية بالسكان وبالمناطق التجارية، ومثل ما تشوفون يعني يعطيهم العافية، هم يوميا يراقبون هذا الشيء عشاننا مش عشان حد ثاني. طبعا نعطيهم العافية وان شاء الله بنستمر معاهم في جولاتنا. هذا كان ما لدينا اليوم، نرجع لكم في الاستديو. إذا شكرا لك أخوي حمد على هذه المتابعة الدورية مع خدمات وزارة البلدية والتخطيط العمراني. صحيح. وقبل